هذه قصيدة للشاعر الأمير محمد بن أحمد السديري من عيون الشعر في العصر، طبعا هو يعتبر من شعراء العصر الحديث، فهذه من عيون الشعر وأنا معجب بها جدا. ولو من وجهة نظري لو ما ألقت بذل القصيدة واعتزل انتهى، لكن بعد فيه بيت وقتنا يا رجل، اي بعد بها بيت اللي يقول جاع الكسر ما يجي له ظلال ينهد من عالي مبانيه الاساس، لا خاف ظني في الرفيق الموالي مالي مشاريهن على باقي الناس. يا سلام. طيب يقول لا 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 لا. طيب طيب لا 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 لا. انصار زاد المال بيدينا الانذال، حنا من المعروف تندى يدينا، وإن كان هم شالها وعلى طيب الأفعال، حنا وردنا جمامها وارتوينا، وإن فكروا للجود يمشون رحال، حنا قبل يمشون يما خطينا، يا ما لبسنا للشرف كل سربال، وعلى البسيطة للفضيلة مشينا، في دوحة العربة لنا مجد وظلال، وحنا على در المكارم غدينا، لو نجمع اللي فات منا من المال، إن كان شيدنا القصور وبنينا، نعطي ولا نتبع عطانا بالأقوال، ونبذل ونسكت كأننا ما عطينا، وانباع والشيمه بدينار وريال، حنا دخلنا سوقها واشترينا، نطلع ولو هي نطلع لها لو هي على روس الاقذال، لو هو عسير دربها ما انثنينا. خاف يا سلام، سلامتكم يا ابني، هزيلات في المعاني علينا، علينا صح صوتك، صح صوتك ابو يا اخوي عالمي، عطنا الله يرحم شاعرها.